نرحب فيكم أصدقائنا في برنامج سيدي الأطفال. عيدكم مبارك إن شاء الله، أيامنا وأيامكم كلها أعياد وسعادة. في أيام عيد الفطر ما تحلى إلا مع يمعة الأهل، وإحنا يمعتنا معاكم أحلى. في استوديو الأطفال نقدم لكم حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي حلقتنا اليوم جهزين لكم تقارير حلوة ومميزة، أكيد راح تعجبكم. وفي مفاجآت ثانية زينة بس ما راح نقولها الحين. ومن التقارير الحلوة اللي استانسنا وإحنا نصورها هو تقرير الصالون اللي كنا كلنا مع بعض. حلو لما نشارك مع صديقاتنا في برنامج السيل للأطفال هالسوالف. من المواضيع اللي مجهزينها لكم أصدقائنا في حلقتنا الخاصة لعيد الفطر هي سوالفنا مع العم بوسالم. العم بوسالم وسوالفه الحلوة يعيشنا أيام الكويتين قديماً، شلون كانوا يقضونها بعيد الفطر. طبعاً ما نقدر نحرق عليكم باقي الفقرات، مخلينها مفاجأة حكم. وأكيد نحب نسمع آراءكم أصدقائنا المشاهدين على حساباتنا في السوشيال ميديا على كل شيء نقدمه. وبكذي خلصت سوالفنا اليوم، شوفوا باقي فقراتنا ببرنامج استوديو الأطفال. باركوا يا احباب الفرح. البنات بالعيد غيره لأن كشخته مميزة هم بعد تحتاج اهتمام مميز. الشعر وغيره من الأمور التجميلية حق البنات مهمة خصوصا بالعيد، وعلشان كذي اليوم راح نوريكم آخر هبات الشعر والأظافر حق البنات في مناسبة العيد، وبنعطيكم أفكار تفيدكم حق كشختكم بالعيد مثل صبغ الأظافر وكسوارات الشعر وحتى التسريحات. ولازم بعد تكون تسريحات الشعر والألوان مناسبة حق بدلة العيد. والحين يلا روح نتكشخ حق العيد. يا عيد هالهلالك وعسانا هم العايدين ونعود بطاعة الله وبالحسنات الفايزين. نرحب فيك أستاذة ديانا أبو شنف في برنامج استديو الأطفال ونقول عيدك مبارك. أيامك سعيدة إن شاء الله. شنو تجهيزاتكم قبل موسم العيد؟ تحضيراتنا لقبل العيد إن شاء الله في أكثر من ستايل إحنا بنفضله للأعمار معينة، منها الويفي، الهير ستايل اللي هو الرفعة البسيطة، بالإضافة للمكياج الخفيف والنيل بولش حاليا. شنو أكثر شيء من خدمات الصالون يكون عليه طلب كبير؟ حاليا هلا احنا عندنا الهير تريتمنت اكثر شيء احنا بنعمله، الامبول والماسك. بننصح كل عميلاتنا اكيد عميلات لابلوبيل انه يعملوا هير، يعملوا امبول وماسك قبل ما يعملوا اي شيء للويفي للشعر او الهير ستايل، بالاضافه للبروتين لانه بيهدي النفشه وبيخلي الشعر شوي في رطوبه وفي شويه لمعان. وطبعا اذا في اي زي سشوار او هير ستايل بيطول اكثر، بيعطي عمر اكثر بحيث انه يعطي شكل افضل. شنو موضة العيد في الشعر وصبغ الأظافر هالسنة؟ موضة العيد للشعر حاليا اللي احنا بنفضله اللي هو الريترو او هو الشعر الويفي اكثر اللي بيبين ناتشورال اكثر. بالنسبه للاظافر حاليا هو طبعا اي الالوان الصيفيه دائما الفواتح، ولكن حاليا عندنا اللي احنا متاكدين راح يصير عليه طلب كثير والباستيل، الوان الباستيل اكيد ان شاء الله حتكون عليها طلب. نشكركم على تواجدكم معنا في برنامج سيدي الاطفال وعساك من عواده. العيدين الفايزين ان شاء الله. ننتظرك تجينا تزيد الفرحة فينا وتعيد علينا ودارنا دارك. بالصالون راح نشوف أفكار وايد حلوة وإكسسوارات عجيبة، بس لازم تختارون اللي يناسبكم واللي يناسب ذوقكم. وطبعا ما راح نمشي ورا الموضة اللي ما تناسبنا ومو عاجبتنا، وراح نمشي مع الموضة اللي تعجبنا وتناسبنا. ما ننصحكم صديقاتنا انكم تجربون اشياء اكبر من عمركم، وحلو انكم تعيشون عمركم وما تسوون الاشياء اللي اكبر او اصغر من عمركم. مبارك عودونا يا فاقدين يا فاقدين
بمناسبة عيد الفطر مبارك. والحين مع فقرة عيدياتنا اللي راح نسأل أصدقائنا في الأماكن العامة أسئلة وايد سهلة، والجوائز راح تكون عيادي. العيد 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 اليوم العيد العيد اليوم العيد العيد. نرحب فيك في برنامج استديو أطفال، وأول شيء حابين نتعرف اسمك. اسمي محمد جراح إبراهيم البناي وعمري 11 سنة. زين، وإذا فزت اليوم معنا بالعيدية شنو راح تسوي فيها؟ راح أشتري فيها ملابس وأتبرع فيها بحق الفقراء. والسؤال يقول: مدينة يسمونها مدينة الضباب، الخيارات لندن ولا الدوحة؟ لندن. مبروك عليك وفزت معنا بعيديتك. سلام عليكم، عيدكم مبارك. أيام سعيدة. شنو اسمك؟ عبد الوهاب. أنت؟ حصة. كم عمرك؟ 8. وأنت؟ 16. بأي صف؟ 3. وأنت؟ 11. إذا فزتوا معنا شلون تستخدمون العيدية وبشنو؟ والله نروح يعني أماكن شي يعني مسرحيات. سؤالكم يقول: شنو هو الحيوان اللي لقب بسفينة الصحراء؟ الجمل. مبروك فزتي معنا، وهذه هدية مقدمة من وزارة الإعلام. شكرا. خلينا نشوف مناير شنو عندها. رحب فيكم في برنامج تيدي الأطفال وعيدكم مبارك، وأول شيء حابين نعرف أساميكم. ساجد لله. لي أنا محمد علي. نور محمد. والحين حابين نعرف أعماركم. 12. 6. 10. أوكي، والحين إذا فزتوا اليوم معانا بعياديكم شنو بتسوون فيها؟ والله ما أدري. أوكي، والسؤال يقول: نهر مشهور في دولة مصر وشنو هو؟ نهر النيل ولا الأمازون؟ النيل. ومبروك عليك وفزت معانا بعيديتك. نرحب فيك الفنانة شيخة الخارجي، أنت اليوم معانا ضيفة في برنامج استديو الأطفال، وكنتي نجمة مميزة من نجوم مسلسلات رمضان. أهلاً محمد وأهلاً أصدقاء برنامج استديو الأطفال، وشكراً لاستضافتكم لي. شيخة، قولي لنا، أول ما قريتي النص شلون فكرت الشخصية راح تكون؟ هل صعبة ولا سهلة؟ أول ما قريت النص كان حسب لي إنها شخصية لطيفة مسكينة وعورت قلبي يعني صراحة، بس بعدين دريت مع المخرج الأستاذ سعود بعبيد حزة التصوير، دريت إنها شيطانة ووايد حركية. فأنت عجبتك الشخصية صح؟ إيه. شيخة، قولي لنا، منو اللي ساعدك بالنص؟ أمك ولا أبوك ولا المخرج؟ أول ما قريت النص قريته مع أمي وأبوي وساعدوني على حفظ النص، وبعدين أكيد في إرشادات من المخرج حزة التصوير، و حتى كانت مو بس من المخرج، كانت في إرشادات من الكاتبة وغيرت بعض الأشياء وكذي. شيخة، قولي لنا، لأن شفنا إحنا شخصية لطيفة معقدة بالمسلسل، إن أمك أبوك منفصلين، أنت وأخوك عايشة مع يدك. أول شيء شخصية لطيفة هي مو كبيرة ولا صغيرة، حتى تصرفاتها
تصرفات بعض المرات تشوفونها تصرفات ياهل، وبعض المرات تشوفونها تصرفات جد نفس الكبار، فهذا الغريب فيها. يعني ذكري لنا موقف صار لك بخلف الكواليس، كوميديا أو صعب. يعني الصدق ما كان في لا كوميديا ولا شيء، بس احنا بالمسلسل حتى بتصوير الكشتة كنا عائلة، يعني عائلة واحدة، فكنا عايشين الدور، يعني أجواء التصوير كنا أجواء عائلة، فيعني كنا نشمي مع بعض ونعطي بعض، وهم كنا نضحك مع بعض ونسولف، عشان كذي يعني كنا ماخذين الوضع صدق. يعني مو انه تمثيل وهذا، اي ماخذين الوضع كغشمره اهل طالعه، اي نفس طلعت اهل. أي. احنا فخورين فيك شيخه ونتمنى لك التوفيق. وشنو كلمه اخيره حابه تقولينها لقائنا الحلو؟ شكرا محمد، وشكرا برنامج سي اطفال انكم اهتميتوا ودعمتونا في مسلسلاتنا او برامجنا في المسلسل، واشكر المخرج سعود بوعبيد، واشكر بعد الكاتبه مريم نصير، واشكر بعد الفنانين اللي مثلت معاهم، الاستاذ الفنان الاماراتي احمد الجسمي، والفنانه هيا عبد السلام، وفؤاد علي، وخالتي رابعه هي بعد كانت ماسكه الازياء وكانت تمثل معانا، فكنت وايد قريبه منها، وكل الفنانين بعد اشكرهم. وشكرا محمد. يعطيك العافيه شيخه، وعيدك مبارك. أيامك سعيدة وعساكم من عوادة. باركوا يا أحباب الفرح. رجعنا لكم أصدقائنا من براحة أبو سالم، وإحنا نحتفل معاكم في عيد الفطر، وراح نتعرف بعد من باحث في التراث أستاذ وليد العوض على عيد الكويت قديما. عيدك مبارك عم أبو سالم، نبي نعرف أيام أول شلون كانوا يجهزون حق عيد الفطر من ناحية ملابس وأكل. حياكم الله، وكل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك، أسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الاستعداد يطول قبل، ما بين حق الحريم وحق الريايل. الأم قبل كانت هي ملزومة تشوف الخامات، تروح تشتري الخامات من السوق، توديها حق واحدة خياطة، قبل ما في خياط حريم، فبالفرجان قبل مثلا معروفة هذه أم فلان هي اللي تخيط، فيودون لها قبل العيد بفترة، وتأخذ القياس على البنيات وتجهز لهم ملابسهم، وبيوم العيد الأم تحني بناتها، تحط لهم الحنة وتحط لهم ماي الورد وريحتهم شحالاتها، وتشوف البنيات كلهم كذي محنين ينطرون بس عشان الحنة تنشف، والصبيان أغراضهم جاهزة ما بين شاديشهم ملابسهم الداخلية، كل شيء جديد. العيد لازم كل شيء جديد، لأن الأيام الباجية لا خلاص هم طرق دشداشتين ثلاث قبل، بس ما عندنا نفس الوقت اللي إحنا الحين فيه، ما شاء الله يعني الخير موجود وهذا، فيستعدون يحطون لهم جاهزين ما بين مشاديشهم اللبس الشعبي والبنيات، والصبح عاد يفتشون هالحنة، شوف شحالاتها، يعني حتى الأم ساعات هم تحني إيدينها وياهم، ويتساعدون بين الأم والبنيات، وتمشط شعرها قبل ماكو صالونات، الأم هي اللي تمشط شعر بناتها، وتحط لهم الطيب، تحط لهم ماي الويل، تحط لهم الحنة، ساعات تحنيهم، يعني يهتمون بال يعني إنه بتي مناسبة طيبة اللي هو العيد. ولا ننسى أن اليمعة بالعيد حريصين عليها، كلهم يحرصون أن لازم يكونوا موجودين الأهل
والأحباب والأصحاب وطريقة الزيارات لما يسيرون يروحون لازم يلفون على كل أهلهم كل حمولتهم يبلشون من العود اللي فيهم مثلا كان يدهم العود خالهم العود عمهم العود المكان اللي يجتمعون فيه كلهم يجتمعون من الصبح ولا تنسون بعد في تجهيزات يروحون مثلا يروحون وياهم ماخذين لهم من هالحلويات قبيط كبدة الفرس للأشياء الثانية يعني كل هالحلويات هذه زلابية بألوانها وأشكالها وبأنواعها كانوا حريصين على أن ما يدشون يتهادون هذه الهدية يودون ما يدشون إيدينهم فاضية يعطونهم شو اسمه الحلو ويقعدون ويسولفون ويباتشون حق بعض واليهال ينظرون عياديهم كل واحد ينطر عيديته يعني أبد شيء بسيط لكن فيه البركة هذا كله يعني أجواء متعارف عليها بوقت العيد وطبعا الاستعداد الأول لهذا يكون هم الأبو مجهز شو اسمه الخامات وغيره علشان يفصل حق عياله لأن الخياط بس قبل حق الريايل الحريم مثل ما قلنا انه ما يعني واحده قبل هي اللي تخيط لهم فكانت معظم هذه اجواءهم اللي واستعداداتهم وافراحهم والعابهم حق اول يوم العيد فيهتمون بشيء يعني اسمه زياره لازم يزورون يعني في ناس وايد يمر عليهم العيد ولا كنا في عيد يقعد الظهر يقعد العصر لا صلاة العيد ولا يعني يوجب أهله وجماعته فإحنا ودنا نتكلم إن نقول نحث عيالنا إن يحرصون على أول يوم العيد وهذا دور الوالدين لازم يحفزون عيالهم يقولون لهم ترى اليوم العيد وناسته وإن شلون يستمتعون فيه بأول يوم العيد وهذه معظم الأعياد وعسى الله يجعل أيامنا وأيامكم كلها أعياد فيها أعياد إن شاء الله فعلا كانت حياتهم حلوة وبسيطة وفي ترابط ومحبة بينهم بالمناسبات يعطيك العافية العم بسالم استمتعنا معاك اليوم بعيد الفطر اللي بالكويت أيام قبل وعساك من عوادة يا هلا ويا مرحبا وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك حياكم الله الله يحييك أرحب فيك في برنامج استديو الأطفال وأول شيء حابين نعرف اسمك اسمي هند عيدك مبارك وحابين بعد نعرف عمرك عمري 9 أوكي والحين إذا فزتي اليوم معانا بالعيدية شنو بتسوين فيها؟ بروح أشتري ألعاب وغراض أوكي إن شاء الله تفوزين والسؤال يقول شنو اسم أكبر حقل بترول بالكويت؟ الخيارات برقان ولا الراستين؟ برقان صح ومبروك عليك العيدية وفزتي معنا اليوم سلام عليكم عيدك مبارك وعليكم السلام شنو اسمك نورية عبد الله كم عمرك 10 سنوات بأي صف رابع
قولي لي إذا فزتي معنا شنو بتسوين بالجائزة؟ راح أشتري أشياء مفيدة. أوكي، سؤالك يقول شنو الشيء اللي يطلق عليه الذهب الأسود؟ في خيارات ساعديني. الخيار هو بترول ولا خشب؟ بترول. مبروك فزتي معنا، هذه هي جائزة مقدمة من وزارة الإعلام، والحين نشوف مناير. نرحب فيك في برنامج استديو أطفال وعيدك مبارك. أول شيء حابين تعرفنا باسمك؟ خالد الغريب. وعمرك؟ 12 سنة. أوكي، والحين إذا اليوم فزت معانا بالعيدية شنو راح تسوي فيها؟ بحطها مع عيدياتي. أوكي، وإن شاء الله تفوز. والسؤال يقول شنو هي أكبر محمية طبيعية في الكويت؟ والخيارات محمية الشيخ صباح الأحمد للطيور ولا شنو؟ محمية الشيخ صباح الأحمد. مبروك عليك وفزت معانا بعيديتك. والحين أصدقائنا خلينا نشوف ديما شنو عندها من أسئلة. العيد 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 اليوم العيد العيد اليوم العيد العيد. اليوم أصدقائنا بنعرفكم على مظاهر الاحتفال في عيد الفطر المبارك في الأردن. تميز المملكة الأردنية الهاشمية تنوع الحضارات والعادات فيها، وفي العيد يحرصون العائلات على أداء صلاة العيد. يتجمعون العائلات في بيت كبير العائلة ويتناولون وجبة الفطور ويوزعون الحلويات على الكبار والصغار. من تقاليد العيد في الأردن إنه يعطون العيدية للنساء وللأطفال، وبعدها يروحون للعاب بعدين يتسوقون. ومن أهم الأطباق في الأردن هو المنسف اللي يعتبر الطبق الوطني في الأردن. وطبعاً من بداية العيد بتشمون ريحة القهوة مع الحلويات الكعك والمعمول وغيرها. وهذه كانت معلوماتنا عن العيد في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعاً خلصنا فقرتنا، ونشوف باقي فقراتنا في استديو الأطفال. احنا معاكم اصدقائنا في مبنى اذاعه دوله الكويت، وبالتحديد استديو برنامج تو النهار. وبرنامج تو النهار هو من البرامج المميزه بالاذاعه خلال شهر رمضان، واللي هو برنامج فني اجتماعي متنوع. وفي برنامج تو النهار فريق العمل يقدمون مواضيع اللي تهم الناس، سواء كانت اجتماعيه او فنيه، يتصلون عليهم او يقابلونهم. وما ان برامج الاذاعه مسموعه، في اليوم احنا راح نعرفكم على فريق العمل. نرحب فيك أستاذة نبيل أبو لافي، معدة برنامج تو النهار. عيدك مبارك. أيامك سعيدة حبيبتي. حابين نعرف شنو الشيء اللي اهتميتي إنك تركزين عليه في برنامج تو النهار في شهر رمضان؟ طبعا في شهر رمضان العادة يكون توجه على البرامج الفنية والنجوم اللي كانوا يشغلون شاشات القنوات الفضائية، وتحديدا شاشة تلفزيون الكويت. فالشيء اللي اهتمينا فيه في فقراتنا انه يكون عندنا يوميا ضيف فنان، كاتب، مخرج، مؤلف، نتكلم عن الأعمال الرمضانية، عن كواليس هذه الأعمال، وشنو الأشياء اللي تلمسوها من الجمهور بعد العرض. البرنامج فيه فقرتين، ترند
ولقاء مع الضيف، كلمينا عنهم. فقرة ترند زيونة هي تعنى بالشأن المحلي، يعني تكون من خلالها إما رسالة توعوية نستضيف فيها عبر اتصال هاتفي شخصية معنية، مثلا التنبؤات الجوية، المرور، قوة الإطفاء الداخلية، يكون في رسالة توعوية للجمهور، أو نتكلم عن قضية مهمة تشغل المواطنين والمقيمين نتناولها باتصال مدتها 10 دقائق، نوصل من خلالها رسالة للمستمعين. أما فقرة الضيف هي عبارة عن لقاء مع فنان مثل ما قلت لك، أو مع مخرج، مع كاتب، مع شخصية فنية أو شخصية اجتماعية مهمة جدا نستضيفه من خلال البرنامج، وهذه الفقرة على امتداد تقريبا 40 أو 45 دقيقة من مدة البرنامج، ونتكلم عن أعماله وإنجازاته، وتتخللها أيضا فواصل لهذه الأعمال وتقارير عن الضيف نفسه. شكرا لك أستاذة، وشكرا برنامج تو النهار، وعساكم من عوادة. من العايدين حبيبتي والفايزين. نرحب فيك المخرجة طيبة الملة، ونقول لك عيدك مبارك. أيام سعيدة وعساك من عوادة إن شاء الله. أول شيء كلمينا شنو يسوي المخرج عشان يطلع سيناريو الحلقة بشكل مرتب ونسمع هو مطلوب. المخرج لازم يكون عارف شنو المادة اللي راح تندع على الهواء من المعد، عند الأسئلة، عند الضيوف، عند كل شيء مرتب جاهز عنده، يذهب المواد، يذهب الفلاشات، يذهب الموسيقات، حتى الأغاني يذهبها، عشان كذي كل شيء يكون عنده جاهز وما يتوتر على الهواء ويكون كل شيء عنده موجود. في البرامج الهواء الإذاعية وخصوصا برنامجكم في اتصالات وضيوف، فقولي لنا شلون تتجنبون الأخطاء عشان كل ضيف كل متصل يكون بوقته. أنا قلت لك بالسؤال الأول إن إحنا لازم نرتب كل شغلنا قبل الهواء، وحتى أثناء الهواء لازم ترتيب الضيوف والاتصالات يكون جاهز. فأي ضيف أنا أجهزه قبل الهواء إن أنت راح تطلع بالساعة الفلانية، حتى الدقيقة عندنا إحنا تفرق، فربع بالضبط أنت راح تطلع على الهواء معانا. نفس الشيء المتصل، نذهب الاتصالات واحد ورا الثاني مع أساميهم وأرقامهم، نخليهم عندنا احتياط، فعلشان كذي إن إحنا ندارك أي خطأ ممكن يصير على الهواء، إحنا يكون مجهز كل شيء عندنا يكون جاهز. نتمنى لكم كل توفيق فريق عمل تو النهار، ونقول لك عساك من عوادة. حبيبتي مشكورين، وانتو اللي نورتونا. أرحب فيك مقدمة برنامج تو النهار، المذيعة المتألقة حبيبة العبد الله، وأقول لك عيدك مبارك. أيامك سعيدة حبيبتي ملوكة، وأنا وايد سعيدة إني أكون معك، وايد سعيدة إني أكون موجودة في استوديو الأطفال. شكرا. أول شيء حابة أتعرف منك على برنامج تو النهار، شنو تقدمون فيه؟ شوفي، هو برنامج يعني يعرض طوال شهر رمضان المبارك من يوم الأحد ليوم الخميس مدته ساعة على الهواء. كل يوم نتكلم عن موضوع، يعني لقاءات مختلفة، مرة مع فنانين، مرة مثلا مع أصحاب مواهب، وفي كل حلقة نبلش الحلقة نعطي شوية نصايح بالنسبة للناس، مثلا لمرتادي الطريق مع وزارة الداخلية، أو مثلا مع الهيئة العامة للإطفاء، نعطي إرشادات خصوصا حق اليوم الحريم، كلها داشين المطابخ، فيعني تدري تزيد نسبة الحوادث لا سمح الله، الحرائق وغيرها، فنحاول إن احنا نثقف الناس، خصوصا ان وقت البرنامج حلو، يعني من الساعة 2 إلى 3 فحزت الطلوع من الدوامات، فالبرنامج الحمد لله يعني نسبة المستمعين فيه عالية لانه وقته حلو الحمد لله. طبعا الفقرات متنوعة عندكم ببرنامجكم وتهم الناس، لان فيها قضايا مهمة وايضا فيها جانب فني، فشلون قدرتوا تتنقلون بين هالجوانب؟ والله شوفي، هو التنوع مطلوب، يعني خصوصا احنا قاعد نتكلم عن كويت اف ام. كويت اف ام معروف ان هي اذاعه شوي شبابيه، يغلب عليها جانب التنوع، السرعه، فنحاول ان احنا نمزج بين المواضيع عشان ما نملل الناس. بروح الناس طالعه من دواماتها ما لها خلق، صح، وزحمه الشوارع وغيرها من الاشياء اللي ممكن تاذي الناس، واحد صايم بعد ما له خلق، فحلو ان هو يسمع شيء حلو.
وخصوصا في شهر رمضان الناس تبتعد ان هي تسمع مثلا اغاني فما تشبك على البلوتوث بالسياره، فتفضل ان هي تسمع البرامج الاذاعيه، فمن كذا نحاول ان احنا نواكب الشهر الفضيل. وايد حلو. دائما المذيعين بينهم وبين بعض يتفاهمون ويتفقون، فهل يصير بينكم تناغم انتي والمذيع المتالق هاشم اسد؟ هاشم صديق على المستوى الشخصي وزميل قديم جدا 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 على المستوى العملي، فاحنا اوريدي في كيمياء بيننا وفي هذا التفاهم الجميل، فهذا اللي يخلق او ينعكس على المستمع. وضروري دائما انا يعني انصح انه دائما لما يتم اختيار اثنين في نفس البرنامج لازم يتم اختيارهم بنفس الشكل، بمعنى انا سريعه انا كلها طايره بالتقديم وهاشم سريع، فما يصير انه ينحط وياي مذيع مثلا رتمه شوي نازل فراح يخلق دروب على الهواء. فاحنا اصدقاء واحنا حبايب وحلو هذا الجو، احنا نستمتع كمقدمين والمستمع ينعكس عليه ويستمتع كذلك يعني مستمع عادي. اكيد طبعا برنامجكم اذاعي والناس يسمعونكم بس ما يشوفونكم، فهل بينكم لغه اشاره؟ احنا مرات نتهاوش تحت الهواء بلغه الاشاره بس احنا نكون على الهواء قاعدين نضحك، فطبعا هذه لغه الاشاره موجوده مرات، بس مو لغه الاشاره مالت اخواننا من فئه الصم والبكم، لا يعني لغه ان اشير له مثلا في اتصال اقول له ترى في اتصال مثلا، اذا هو وايد سريع اقول له اسوي له كذي انه هد مثلا، اذا صار شيء غلط اقول له لا، يعني الإشارات المعتادة العادية. مرات استخدم القلم أكتب له ملاحظة على الورق مثلا وأراويها، هذه تكون أسرع بعد. وإحنا أساسا دائما في مجال الإذاعة نستخدم لغة الإشارة هذه حتى مع الكنترول مع المخرج، في حركات إحنا متعودين عليها مثلا كذي، إذا سوالي كذي المخرج يعني أغنية، إذا سوالي كذي يعني اطلع فاصل. فصحيح أني أنا أقدر أسمع المخرج أو المخرجة وأنا حاطة الهيدسيت، بس مرات المخرج ما يبي دودهني أو يشوفني مركزة مع الضيف فما يبي يكلمني وممكن يشتت انتباهي، فاللي يحصل إنه نستخدم دائما لغة الإشارة. وايد حلو. أنا اليوم وايد سعيدة في هذا اللقاء ويعطيك ألف عافية. وأنا أسعد حبيبتي ملوك، الله يوفقك وشكرا إلى استوديو الأطفال. عليكم عيدكم مبارك. شنو اسمك؟ ضحى. انت؟ منال. سجى. كم عمرك؟ 9. انت؟ 7. 9. انت وبيصة؟ 4. ثاني 4. اذا فزتي معنا بالجائزة شنو بتسوين فيها؟ اشتري ملابس حق العيد. السؤال يقول شنو هو الشيء اللي اسمه على لونه؟ برتقال. صح، مبروك فزتي معنا بالجائزة، وهذه جائزة مقدمة من وزارة الإعلام. والحين نشوف مناير شنو عندها. نرحب فيك في برنامج استديو الأطفال وعيدك مبارك، وحابين أول شيء تعرفنا باسمك. سلمان قلب. والنعم، وعمرك؟ 15 سنة. والحين إذا فزت معنا بالعيدية شنو راح تسوي فيها؟ ما راح استفيد منها. وإن شاء الله تفوز معنا بالعيدية. السؤال يقول حيوان عظامه برا جسمه، سلحفاة ولا بطة؟ السلحفاة. مبروك عليك وفزت معنا بالعيدية. سلام عليكم، عيدك مبارك. أنا عيش تبارك. شنو اسمك؟ محمد شريكة. كم عمرك؟ 12. بيصة؟ 7. إذا فزت معنا شنو بتسوي بالعيدية؟ أعطي أبوي أمي أبوي. السؤال يقول كم عدد الجزر بالكويت؟ ما في خيارات. أمبلا 6 أو 9؟ 9. مبروك فزت معنا وهذه عيدية من وزارة الإعلام. والحين نشوف مناير شنو عندها. نرحب فيك في برنامج استديو الأطفال وعيدك مبارك، وأول شيء حابين نعرف اسمك. راشد. والنعم يا راشد، وعمرك؟ 9. إنزين راشد، إذا اليوم فزت معنا بالعيدية شنو راح تسوي فيها؟ راح أسوي أشياء. إن شاء الله تفوز معنا بالعيدية. السؤال يقول يا راشد كم عدد الأنبياء اللي نذكروا بالقرآن الكريم؟ الخيارات 25 نبي ولا 7 أنبياء؟ 25. مبروك إجابتك صحيحة، فزت معنا عيدية من وزارة الإعلام.
اليوم وايد استانسنا والفرحة اللي شفناها ما توصف، وعليكم بالعافية أصدقائنا اللي شاركوا معنا اليوم، ونتمنى لكم أحلى الأوقات معنا ومع برنامج استوديو الأطفال. عيدكم مبارك. اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا المشاهدين، اليوم انا مع الشيف سعاد الدرباس راح نقدم لكم طبخه وايد حلوه، بس اول شيء احب اقول لكم انت وعيدكم مبارك، واقول لك انت بعد عيدك مبارك. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله يا رب يتقبل طاعتكم، عيدكم مبارك. ايامك سعيده. شنو حابه اليوم نطبخ انا وانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نلبس الجلافز ونقول نبي نسوي البيتزا الخفيفه والسريعه حق اصدقائك. الله، ترين البيتزا اكلتي المفضله؟ اي هذه هي اكله الكل ان شاء الله. فاحنا يعني قلنا العين وما العين، انتوا اخف لكم راح نسويها بابسط الطرق واسهل المقادير واللي ببيتنا، يعني ما يحتاج نشتري شيء ولا نتعنى ولا اي شيء. حلو. أي. اصدقائي دائما لا تنسون تلبسون الجلافز او تغسلون ايدكم عشان نحافظ على نظافه الاكل. نعم. بسم الله راح نبدي. تحبين القلب ولا تحبين دائره؟ القلب اكيد. يلا الحين بس نسوي وحده كذي، مجرد بس يعني ما نرقها حيل، نخفف من ارتفاعها بس. حلو. واللي يحب مرتفع الحين سوي انت الثانيه، انا بقطع الاولى. بسم الله ونحطها في صينيتنا. ايوه قطعيها. يلا طلعي بعد الباجي. كم وحده انت مقاديرك؟ تحبين كم وحده؟ اوكي ماشي. كيفك يا اصدقائك بالبيت؟ تقولين حق الوالدة أبي توست بس والنشاط ونسوي البيتزا. نقدر نسد التوست بشيء؟ طبعا نقدر نحط خبز التورتيلا ونحط مثلا العين. أنا ما بيكم يعني تدشون في أشياء تفاصيل وايد، يا التوست يا التورتيلا هي اللي تكون سهلة. أو في خبز عندنا الصمون المدور مال البرجر، ترى نقدر بعد نسوي فيه صنج. أي البيتزا اللي يكون بالبطاط هو يكون راح يكون وايد لذيذ، بس التوست هم بس تعطيش نطاعة ولذاذة حلوة بعد. وايد حلو. هذا قلبك يا لك. خلينا نشوف القلب الثاني. هذه الأخيرة. اي تبين تسوي أربع حبات؟ اي يلا خلينا نحطهم بالتساوي. عندنا القلوب هني جاهزة وتنطر ملك بس حق الأكل. يلا الحين شو نسوي يا ملك؟ نشيل خبزنا. طبعا بقول لكم معلومه، الخبز هذا التوست اللي زيد ما راح نقطع، نعطيه الوالده ونقول لها يا ماما حطيه بالفرن وسويه بقسماط بدون مواد حافظه ويكون شيء فريش من البيت. صح صح. الحين ناخذ من الصوص شويه نحطه هني. ما عليك امر، حطي شويه مني 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 مني. طبعا صوصنا راح يكون نقدر احنا نسويه ملك بعد بالبيت. صح. إيه. نقدر نحصله جاهز. إيه. او احنا نسوي بالبيت. إيه. نسوي في البيت الطريقه، بصله وطماط بالبلندر نطحنهم ويا بعض ومع فلفل البارد ونحطهم بالخلاط كلهم ونضربهم. ابى سهله لكم ما بحماس، وبعدين نحط عليه الاورجانو وبس. هذا وتر صوص البيتزا. ممكن تمسحين لنا هني شويه ملك، هذه كلينكس كاهو تحت. حطينا الحين صوصنا اللي انتم تحبونه، اي نوع ترى تقدرين تحطين ترى كاتشب سريع بعد، تحبون الكاتشب؟ صح اكيد كلنا نحب الكاتشب. كاتشب سريع وبسيط وبسرعه يعني ما يطول علينا. ابسط الطرق نسهلها لكم. الحين شو نحط؟ الجبن بس. وهذه توست بيتزتنا. البيتزا اي حطي الجبن. وايد سهله لان انا اقدر احط فيها خضروات، بس ادري ان الاطفال يحبون بس استسهل. اي الصوص مع الجبن ماكو شيء. تقدرون بعد تضيفون خضروات او تحطون تشيكن، او نحط الهوت دوغ بعد نقطعه كذي صغار ونحطه فوق ونحط عليه الجبن ونرد نحط عليه مره ثانيه جبن نطلعه فوق شويه ونحط عليه الاورجانو وشويه البودر فوقه ننتر. زيدي كثر الجبن عشان تطلع البيتزا منتفخه ولذيذه. اكو اسرع من هالطريقه؟ قولي لي ملك. والله ماكو، بسرعه بسرعه خلصت. جهزت بيتزتنا والحين بس نوديها الفرن. بس مع بقول لكم ملاحظه يعني عشان ما نتغلب بالتنظيف حق امهاتنا، عشان لما ندش المطبخ تقول شو روحي المطبخ، نشيل الجبن الزايد. صح. ليش؟ عشان ما يلزق بالصينيه ويؤذينا في الغسيل او التنظيف. ونحطه هني والحين نروح نحطها بالفرن. بس قبل أن نحطها بالفرن حابة أقول لكم أصدقائي معلومة عن الجبن. ترى الجبن وايد مفيد حق صحة العظام والأسنان، وهم مفيد حق الجلد والبشرة. والحين أصدقائي بنحطها بالفرن وبرد لكم مرة ثانية. العيد الليلة حصلنا كل الفرح وحلاله.
رجعنا لكم أصدقائنا بعد ما طلعنا البيتزا من الفرن. طبعاً هذه الأكلة وايد سهلة وسريعة، وايد عجبتني، وأتمنى إن شاء الله لما تذوقينها يعني بالمذاق الجميل واللذيذ. ما تبي شيء، نفس ما قلت لك الكاتشب أو تحطين معها الجبن وبس، وهذه التوست وتكون سريعة ولذيذة. وبس معلومة إن إحنا نحطها دقيقتين بالفرن ونار متوسطة الحرارة يعني 170 حق بس تحت، فوق ما نشب عليها عشان ما نبي جبننا يصير يابس. أصدقائي هذه الأكلة سهلة وسريعة، تقدرون تسوونها إذا عندكم يمعة أو بتاخذونها تودونها لزوارة. الأكلة وايد حلوة وهم طعمها حلو، صح؟ صح، بالعافية عليهم كلهم. مشكورة وايد وايد الشيف سعاد الدرباس على هذه الأكلة السهلة والسريعة. وايد استانست معك اليوم وعساك من عوادة. أيام سعيدة، وأنا بعد صراحة أسعدني أنك كنتي معايا ملك واستمت معاك في البرنامج. وابتدي أصدقائنا وصلنا لنهاية الحلقة اللي استمتعنا وإحنا نصورها بمناسبة عيد الفطر. أتمنى أن عجبتكم حلقتنا، وتذكروا أصدقائنا الأعياد ما تحلى إلا مع الناس اللي نحبهم، وما في أجمل من العائلة. وحرصوا على زواراتكم ويمعاتكم، وحاولوا توخرون شوية عن التليفونات وعطوا كل شيء حقه. والحين نقول لكم من العايدين والفايزين، مع السلامة. عيد هالهلالة للطرب يا حلاله العيد هل